السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة أنا هوضح لكم ليه أنا دايما بنادي وأشجعكم على اتباع أسلوب حياة صحي، اللي هو يشمل الأكل الصحي المظبوط والنوم السليم الصحي والرياضة. موضوع النهاردة هيكون عن تأثير عدم الأكل الصحي اللي هو أحد أركان أسلوب الحياة الصحية الثلاثة. هنا في هذا الفيديو هذكر لكم على السريع كده أربع أمراض خطيرة وربما تكون قاتلة مع عدم الاهتمام وعدم العلاج والإهمال، بتصيب الإنسان بسبب نقص في الفيتامينات. ونقص الفيتامين ده عند الإنسان ممكن يحدث بسهولة جدا، يعني مش شيء يعني مستحيل، لا، ممكن الإنسان يحصل عنده نقص في احتياجاته من الفيتامينات. الجسم عادة ليه احتياجات من المواد الغذائية الأساسية يوميا، لازم الواحد يحصلها يوميا. من ضمن المغذيات الأساسية اللي احنا بنحتاجها المعادن والفيتامينات، ده بالإضافة للمغذيات الكبرى اللي هي البروتين والدهنيات والكربوهيدرات وما إلى ذلك. الدهون والكربوهيدرات والنشويات والبروتينات زائد المعادن والفيتامينات. من السهل جدا ان الإنسان يتعرض لنقص في المعادن أو الفيتامينات إذا أهمل في التوازن في تناول الأكل بتاعه. يعني ممكن يأكل كتير ومع ذلك يحصل له نقص. ليه؟ لأن مفيش توازن، ما بيرعيش إن الأكل بتاعه اليومي يشمل جميع احتياجات جسمه اليومية. فالنهاردة مثال على أربع أمراض خطيرة ممكن تصيب الإنسان وتعجزه أو ربما يعني تدمره تماما في بسبب نقص بعض الفيتامينات الهامة. فيتامين سي مثلا نقصه بيؤدي الى مرض اسمه سكيرفي او الاسقربوط بالعربي. فيتامين اخر هو فيتامين ب بنقصه، طبعا فيتامين ب عدة انواع، نقص هذه الانواع قد يؤدي، في منها نوع يؤدي الى مرض البلاجرا وفي نوع منها بيؤدي الى مرض البريبري. وفيتامين دال، فيتامين دال فيتامين دي برضو نقصه بيؤدي الى مرض خطير جدا وهو الكساح ريكيتس. يبقى دول اربع امثله من الامراض القاتله او المدمرة اللي ممكن تصيب الانسان نتيجة نقص احد هذه الفيتامينات الهامة. وبالمثل ممكن نقص اي معادن مطلوبة للجسم او اي فيتامينات اخرى مطلوبة للجسم بتؤدي الى امراض تتراوح ما بين اعراض خفيفة وبين أمراض كاملة ذات أعراض خطيرة. فخلينا ملخص كده عن أربع أمراض بتصيب الإنسان نتيجة نقص الفيتامينات. خلينا نشوف. أول مثال هذكره من الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان نتيجة نقص الفيتامينات هو مرض سكيرفي اللي هو الإسقربوط، وده بينتج نتيجة نقص فيتامين سي. وكلنا يدرك أهمية فيتامين سي للجسم وفوائده المتعددة، ولذلك تلاقوا في جميع الحالات أما بيجينا مريض دايما نوصف له فيتامين سي إقراص. شوفوا يعني دي صورة تقليدية قديمة لحالات السكيرفي بتاعت زمان لما كان بيجي غالبا للبحارة اللي بيركبوا البحر ويتنتهم في البحر فترة طويلة، وكان في وقتها ما فيش إمكانيات عندهم يقدروا يحافظوا على الخضروات والفواكه في حالة تشبه الطازجة، ما فيهوش الكميات المناسبة من فيتامين سي، لأن فيتامين سي زي معروف
موجود في الفاكهة والخضروات الطازجة. فشوف الصورة وشكل الإنسان، أو السنان بتقع والعين بتبقى تغطس كده وتصب الكاتاركت المية البيضاء، ما يبقاش فيها حيوية والجلد يبهت نتيجة برضو فقر الدم اللي بيحصل للواحد. مرض كان من الأمراض الخطيرة، هو دلوقتي مش كتير طبعا بسبب الوعي وبسبب ان الناس بتهتم. وبالمناسبة انتوا لاحظتوا كده ان انا عندي لدغة شوية في الكلام واسناني متشخرمة، فمش الاسقربوط، مش نقص فيتامين سي. دكتورة الاسنان بقى شجعتني ان انا اشتغل على الجزء التحتاني من سناني بحيث يبقى زي الجزء القداماني. فاحنا في مراحل الاعداد، فاصبروا كده اسبوع لحاجة وهتشوفوا بقى شكل الجديد. والنوع الثاني من الامراض الناتجة عن نقص الفيتامينات، نقص فيتامين د الكساح، ريكتس. وده صعب شوية ان الناس يبقى عندها نقص فيتامين د، لان حتى موجود الشمس، اشعة الشمس الصبحية بتولد فيتامين د النشط من الجسم. لكن بيحصل احيانا وخصوصا عند الاطفال يحصل عندهم هذا النقص، ولازم الواحد طبعا في هذه الحالة ياخد فيتامين د ويهتم بالاغذية اللي من مصدر حيواني، الدايري فود اللي هي زي الالبان والمنتجات وما الى ذلك الغنية بفيتامين د. والمرض الثالث اللي هو البيري بيري، وده نتيجة نقص فيتامين بي، وهو فيتامين بي 1 ثيامين. وزي ما انتم شايفين كده بيأثر على الجلد وبيأثر على الجسم بصفة عامة، ويصاب الإنسان بضعف عام وهزال وعدم قدرة على الحركة وربما الشلل التام. ده بالإضافة للنوع الثاني اسمه ويت بيري بيري، وبيصيب الجهاز الدموي والقلب. المثال الرابع او المرض الرابع اللي هو البلاجرا، وبرضو ده نتيجة نقص فيتامين ب 3، واللي بيسمى النياسين، نياسين ديفيشنسي، وبيسمى مرض 4Ds الاربعة دال، لان هو بيبقى بيجي على هيئة ديرماتيتس دايريا ديمنشيا ديث، اربعة دال، مرض جلدي ديرماتيتس واسهال وديمنشيا فقدان يعني للوعي والنشاط والموت في النهاية. وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.